سمعت انه عندك عتب كبير على الفنان حاتم العراقي بسبب احدى اغانيه. مو بس حاتم، وايد. يعني حاتم من يقول اين العمى ولا اشوف، انت شايف هالعمى شلونه؟ شنو ماكو مفردات عندك الشاعر يسوي لك عمية ومن شق، مو بس هو حتى الممثلين. نعم. يعني جاسم شرف الله يذكره بالخير، سلامي له، يطلع وشي يقذل مكفوف غبي وقاعد يمنى يقول يسرى، سوافت قاعده الجمهور قام ما منفوش ياخذ المكفوف ياخذ يمنى ياخذ يسرى. وهاي عيب عيب. فاليوم انا بنادي اطباء غنيت وتصفيق لي وكذا، فنزلت واعتب اخذ يمنى اخذ يسرى، قلت الا اروح عليه. كان اروح عليه وابشق يمه، بشقت يمه ورحت بحشه. قلت انا ما اغني لك للناس. زوجتي قالت له، قلت له مو عيب عليك؟ اباك هذا ما يسمع ما يحس. قلت هذا كله احساس. طبعا. ومره سناء عبد الرحمن همينه انت عاتبتها. سناء قلت لها اي بدها تاكل فاكهه باللي طلعت من المنتدى، فلقيت سناء عبد الرحمن ومحمود بن عباس، فقلت وياي كان الاستاذ خزعل فاضل وياي ابو ذي الفقار. نعم. عازف عود وملحن. نعم نعم. اي فطلعنا للمنتدى المطعم ده اكل. قلت له منو؟ قال لي سالي شو تجيب للعالم؟ قلت له لا تقول لي منو قاعد. قلت له الناس ما حس ممثلين شيء. قال لي سناء وفلان وفلان. قلت له ايش قلت لي؟ لا تخليها عاتبها. انت قلت السناء؟ قلت لي نعم. قلت له بالله انت مو عيب عليك تطلعين عمي وتبيعين باقله؟ هو بس العمي تبيع، ماكو فتحه تبيع باقله؟ ماكو مفردات اخرى تستغلوه الا المكفوف الاعمى؟ انت تعرضت للتنمر بسبب هذا الموضوع؟ نعم. تعرضت للتنمر بسبب هذا الموضوع؟ طبعا. طبعا تعرضت هوايه، بس اعرف شلون اجاوب وشلون. اي يعني تعرف تاخذ حقك. يعني غلط قلت لك هو حتى بالغناء الشعراء ينقصهم مفردات، ما عندهم مفردات باي خير. طيب عمى لو يرجع بيك الزمن، شنو الغلطه مستحيل تكررها، غلطه سويتها وندمت عليها؟ أنا غلطة بالأغاني. يا أغنية؟ أنا كنت مالي العيون، غنيت مال ما يكفي دبل العين. نعم. غنيته مال أدير العين، يعني غلطت. أحبابي من مشوا بيها مال العين. هاي إلك الأغنية؟ هاي غلطان، لا هي مال حضيرة الله يرحمه. نعم. أحبابي من شاف من أحبابي من شاف ما ودعتهم. هو لازم أنا أغيرها. قال عمت عيني وانا شنو شفت انهدم حيلي وما شفتهم. يعني هاي انا غلطان بها. قلت انا ليش احكي على الناس واني هالشكل؟ يعني فانا من ذيك قلت لك ما اغني على العين وعلى اكو شعر مرئي وجداني.